تحاول محافظة نينوى الحفاظ على غطائها الأخضر مقاومة التصحر والجفاف الذي يحاصر العديد من محافظات البلاد. مشروع غابات روانجا أحد المبادرات التي بدأت مؤخراً بالتشجير في العديد من مناطق الموصل وآخرها في الجامعة التقنية الشمالية، حيث قامت بزراعة 3500 شجرة في خطوة منها لمكافحة التغير المناخي الحاصل. هذا المشروع هو زيادة المساحات الخضراء، التصدي للتغير المناخي، تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون، تقليل التصحر وما له من فوائد أخرى في تشجير الأشجار. بالإضافة إلى أنه هذه الأشجار راح تكون حقل ميداني لطلاب أقسام الزراعة الموجودة في الجامعة. هذا المشروع سيسهم بحسب القائمين عليه بتعويض النقص الحاصل بالغطاء النباتي الذي تضرر بعد العمليات العسكرية في الموصل. يهدف هذا المشروع إلى مكافحة التصحر والتلوث وأيضا توفير بيئة مناسبة للطلبة من أجل توفير جو دراسي جيد. أيضا سيوفر هذا المشروع ما يقارب 45% من نسبة الأكسجين في داخل الحرم الجامعي وسيزيد من نسبة المياه الجوفية. على الجانب الآخر يؤكد ناشطون أن هذه المبادرات ضرورية مع غياب الدور الحكومي لإنقاذ الوضع البيئي في نينوى الذي تضرر بعد الحرائق التي بدأت منذ عام 2017. تعاني مدينة الموصل ومحافظة نينوى بشكل عام من أزمة حقيقية بدأنا نلمسها في السنوات الأخيرة بعد أحداث عمليات تحرير المدينة، إضافة إلى الإهمال الواضح من قبل بعض المؤسسات التي من المفترض أن يكون أولى اهتماماتها المجال البيئي وإعادة التشجير. وتبقى استدامة هذه المشاريع وتأمين مصادر المياه لها وفق وسائل الري الحديثة تبقى التحدي الأساس لضمان حياة هذه الأشجار التي تعد عاملاً مهماً لانتشال العراق من أسوأ أزمة مناخية يمر بها توازياً مع قطع إيران العديد من روافد دجلة والفرات.